صراحة داعش دمر المدينة بالتصرفات اللي كان يتصرفها وهو من جو يعني بالبداية. بصراحة يعني أنا أحكي لك إنه كل أهل الموصل اللي رحبوا بيهم عبالة راح يغيرونا فرد شيء يعني من اللي كان كنا نشوفه من معاناة وألم ضيم. فمن جو اتضح لنا من دخلنا بين صفوفهم اتضح لنا إنه الفعائل مالهم كلتها يعني ما نفس اللي يحجون بيه واللي يقولون عليه. كثير من الناس واني واحد منهم انشقينا عن هذا التنظيم اللي بعد ما عرفنا انه تنظيم كله شغلات يعني غير اخلاقية وغير ما تابع للإسلام. هم يدعون انه الإسلام والإسلام هو غير ما له علاقة اي شيء بالإسلام ولا يتبع صلة للإسلام. اكو ولد صديقي كان معايا داخل منطقة يعني منطقتي صديقي فجو عليه شافوه انه يدخن جقارة يعني فمن الجقارة شافوا الجقارة فراحوا خذوا حقه معاه يعني تاليها أدوا إلى ذبحه.